كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء أكبر صالة جمباز في الشرق الأوسط بالإضافة إلى صالة جودو وكاراتيه. وأكد منصور أنه سيتم أيضا بناء صالة جيمانيزيوم على مساحة تصل إلى 1200 متر، كما سيتم البدء هذا الأسبوع في فرع النادي بالسادس من أكتوبر والذي سيضم أكبر استاد في الشرق الأوسط. وأضاف رئيس الزمالك أن النادي قام بتجديد جميع العضويات وحصل 33 مليون جنيه من الاشتراكات في 10 أيام، مما يؤكد أن هناك نجاحا كبيرا لمجلس الإدارة الحالي رغم الأزمات التي تواجهه.